قبض لي على البنت دي وحرس لي الراجل ده. ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ فاكر نفسك شاب 18راتي؟ قله الادب دي يا طويله. هي وصلت بيكم قله الادب انكم تهجموا عليا كده؟ يعني واحنا اتهجمنا عليك في الحمام؟ احنا جينا هنا عشان نوقف المهزله اللي بتحصل دي. نزل ايدك. حاضر. ماما هنا. انت ناسي ولا ايه؟ بنقول لك نزل ايدك. حاضر. مين دول؟ انا مش فاهمه حاجه يا سويت هارت. ما تقلقيش، انا فاهمك كل حاجه يا بيبي. بيبي وسويت هارت؟ انتوا ليه محسسيني اني واقف قدام احمد فهمي وهنا الزاهد؟ لا وانت الصادق واقف قدام فرشاوي وهدى سلطان يا روح امك. انت يا ست، انت مقياس الحب بره عندكم اختلفت. بتحبي فيه ايه؟ شعري الابيض. ما صبغته. ما شفيته قبل ما اصبغه. ويلا اتفضلوا اطلعوا بره. بره. اوكي يا شوقي بيه، احنا هنخرج بره بس هناخدك معانا. ممتاز باشا، سامعني؟ في صوت خناقه في غرفه 217. شكلهم كده العيالين اللي كانوا بيعاكسوا الاجانب الصبح. واضح ان الادب مش نافع معاكم يا ولاد الكلاب. ثلاثة بالله العظيم، اما تلميتوا لعبتكم حته الدين علقه من بتوع زمان، فاكرهم يا دكتور؟ كده يا بابا؟ مد ايدك علينا؟ كله بسببك انت، هدمت اسره صغيره سعيده مريئه. والنبي يا بابا ما تسيبناش. منك لله يا دانسر. ابوس ايدك يا بابا، بلاش تسيبنا. تلاقيش يا روحي، هما هيناموا دلوقتي وهفضلك. ولا عايزين مني ايه؟ ما انتوا كبرتوا، هو كل واحد فيكم زي النقطه وعايشين حياتكم. ما تسيبوني انا كمان اعيش حياتي.